عاملين ايه؟ كنت وعدتكم من فترة طويلة ان انا محتاج حد يساعدني ان انا اعمل ويب سايت عشان خاطر انزل فيه حاجات مجانا للناس اللي بيتابعوني، وبصراحة تشجيعا مني للناس اللي كمان بتشتغل في الجرافيكس او في المونتاج. وبدأتها بان انا هبدأ ارفع فايل على جوجل درايف، وهيبقى اللينك موجود في الديسكريبشن تحت بحيث انك تداونلود اللينك ده. هتلاقي جواه اكتر من حاجة، الحاجة دي غالبا انا بساعد بيها الناس اللي بتشتغل جرافيكس. كل الحاجات اللي موجودة في الفولدر ده بريميوم، بريميوم يعني مدفوعة، وانا سايب لك مع كل فايل الفايل اللي فيه لايسنس بتاعة الكابيرايت، اللي هو حتى لو استخدمتها ونزلتها عادي دي هدية مني لكم. فان شاء الله الفايل يعجبكم. احنا دلوقتي الفولدر اللي هو هيجيلك بالظبط اسمه كده، اسمه جوجل درايف 1، وده هو اللينك اللي هيبقى موجود عندك في الديسكريبشن تحت، هتقدر تداونلود. لما تفتح الفولدر ده هتلاقي الاتي، هتلاقي الاول حاجة اسمها ديزاين. ديزاين دي هتلاقي جواه تمبلت بي اس دي، حلوة جدا يعني لطيفة جدا، تقدر تقلت عليها. ده تقريبا الشكل بتاعها. طبعا كل التفاصيل اللي جواه اللي هي التكست اللي فوق، الحاجات اللي هي موجودة فوق، الاباوت البليسز مش عارف ايه، كل ده سهل جدا تغيره. والصوره دي طبعا انت بتقدر تغيرها عادي. طب الموضوع بيجي لك ازاي؟ هيجي لك بشكل الدي اس دي فايل، ده هيفتح على فوتوشوب، تقدر تنزل الصوره هنا في المكان ده، تقدر طبعا تغير الالوان وتقدر تغير الشكل تماما عن اللي موجود ده. الفايل ده بي اس دي، وطبعا اللايسنس بتاعته اهي علشان لو انت محتاج تستخدمها او حاجه هتلاقيها موجوده عندك. الفولدر الثاني اسمه باك جراوند، وانا هنا اخترت احط لكم شويه صور لطيفه برضو اللايسنس بتاعتها موجوده. طبعا لو شفنا حجم الصوره هنلاقي 19 ميجا وي، وده حاجه فيري هاي كواليتي، يعني حاجه كويسه جدا. ده شكل الصوره اللي هتلاقوها، والباك جراوند الثانيه ده الستايل بتاعها. طبعا دي تقدر تستخدمها في حاجات كتير جدا، في ديزاين كتيره جدا، بافكار كتيره جدا. برضو الميزه ان دي اللايسنس بتاعتها موجوده، وطبعا كواليتي الصوره ده او حجم الصوره ده، انا بتكلم او كواليتي الصوره او حجم الصوره دي، الدايمنشنز بتاعتها 6000 4000، والسايز بتاعتها 14 ميجا كفايل يعني. واخر واحده 3D، برضو باك جراوند هاي ريزوليوشن، برضو باك جراوند هاي ريزوليوشن، وبرضو اللايسنس بتاعتها موجوده. طبعا الدايمنشن بتاعها برضو 6000 4000، وده معناه انك تقدر تستخدمها كويس جدا في اي ديزاين انت عايزه. المساحه بتاعتها 12 ميجا و500 تقريبا. الفولدر اللي بعد كده اسمه ايفكت، وايفكت المقصود بيه حاجات انت هتستخدمها جوه الفوتوشوب. طبعا الفوتوشوب انا بستخدم 19، ممكن في ناس بتستخدم اكتر. انا مش جرافيك ديزاينر، ولكن انا بحاول اساعد الناس على قد ما اقدر انك تقدر تداونلود الفايل ده، فهيفيدك في حاجات كتير. جوه الايفكت ده عباره عن ايه بقى؟ انت وانت شغال بتبقى محتاج حاجات شبه اللينس فلير، اللي هي اللمعه بتاعت الاضاءه والحاجات دي كلها، بتستخدمها في تفاصيل كتير جدا. ده فولدر او ده فايل فيه اكتر من شكل مختلف جدا للينس فلير تقدر تستخدمها. الفايل ده جاي لك بي اس دي. معنى ايه بي اس دي؟ ان كل يعني كل لينس فلير من دي موجوده مفصوله معزوله، تقدر ان انت تستخدمها على اي صوره عادي جدا او اي ديزاين عادي جدا. طبعا كل ما كان انت عندك تصور لشكلها هيكون افضل بكتير. تاني واحده وبرده باكد برده تاني برده اللايسنس معاك، يعني كل انا مديه لكم ده يعني انك تقدر تستخدمه عادي، تمام. دي برده حاجه لطيفه جدا، ممكن تحط جواها صوره، ممكن تحط جواها تكست، ممكن تحط جواها حاجات كتير جدا، وباكتر من لون، واخد فكره البلو او فكره النيون لايت اللي هي الحاجه اللي فيها شاين شويه. ده فايل الجي باج بتاعها اللي هي الصوره يعني، وده فايل بيشتغل على الاستليتور، تقدر انك تشتغل وتفتح الفايل ده مفتوح معاك، تقدر تغير المساحات او المقاسات وتغير اللون لو حابب، يعني عندك حريه التعديل. اخر حاجه في الايفكت موجوده جوه الفولدر دي، حاجه انا بصراحه شايفها لطيفه جدا، هي عباره عن زي ويفز كده بس بلو شويه، تقدر تستخدمها في تفاصيل كتير جدا، وتقدر كمان انك تحطها جوه اي ديزاين تستفيد منها بطريقه كويسه جدا. طبعا الفايل ده برضو الستريتور تقدر تفتحه من عليه، هتلاقي بالهاي كواليتي بتاعتها، باللايسنس بتاعتها برضو موجوده، تقدر تستخدمها عادي جدا. اخر حاجه بقى، انا عارف ان في ناس كتير وفي ديزاينرز كتير جدا بيشتغلوا، وبعد ما بيشتغلوا عايزين يعرضوا شغلهم في حاجه شكلها كويس، فبيتسمى موكب يعني. فانا حبيت برضو احط جوه نفس الفولدر
ثلاثة ديزاين للموكب، واحد فيهم اللي هو قدامكم ده عبارة عن مج. لو انت بتديزاين حاجة لكافيه او لمطعم او لحاجة وعايز تحط اللوجو اللي انت عملت له الديزاين ده او الشكل العام ده، عايز تحطه على اللي هي البيبر كاب دي او الورق اللي كوباية الورق دي اللي فيها بتاع مقفولة من فوق دي زي انت عارفينها يعني، ده موكب تقدر انك تستخدم اللي انت بنيته، تقدر تحطه على الموكب ده على طول ويطلع لك بالشكل ده. طبعا الديزاين ده قدامك بي اس دي برضه تستخدمه، برضه اللايسنس بتاعته موجوده ومساحته كبيره شويه، معلش 147 ميجا، لكن هو مهم جدا. الدايمنشنز بتاعته 4000 في 3000 واعتقد ده مساحه حلوه جدا تقدر تستخدمه في كذا حاجه يعني. دي برضه حاجه لطيفه جدا لو انت بتعمل براندنج لحد، اللوجو او البراندنج اللي انت عملته ده هيبقى على البلوك نوت شكله عامل ازاي، على المج هيبقى شكله عامل ازاي، حتى على القلم هيبقى شكله عامل ازاي. فبرضه دي حاجه كده لطيفه تقدر تستخدمها وتعرف فيها شغلك. وبرضه الفايل البي اس دي بتاعه اهو، تقدر في نفس الوقت تحط او تعمل يعني تغير بس الشكل اللي موجود ده واللوجو بتاعك يبقى نازل على طول بنفس الشكل وكل حاجه. مساحه الفايل ده 72 ميجا وده كويس جدا برضه، الدايمنشنز بتاعته برضه 4000 في 3000 وده هيفيدك جدا في اي حاجه انت بتستخدمها ليها علاقه ببراندنج او كده. اخر حاجه، انا عارف ان احنا كتير جدا بنستخدم الموبايل في ديزاين او في حاجات، وفي حاجات كتير جدا بتستخدم كتير يعني موبايلات محروقه شويه او يعني استخدامات كتير قوي. ده موكب لطيف في شكل ايفون اكس، طبعا هو ممكن تستخدمه يعني اي ايفون تاني يعني، ممكن يمشي على الاكس اس ماكس، ممكن يمشي على اي حاجه. الميزه فيه برضو ان هو تقدر تغير الكالر، هو قال لك 3 كالر، وانك تقدر كمان تحط فريم مختلف كلون يعني. طبعا ده شكل الشاشه، طبعا انت تقدر في الفايل البي اس دي اللي معاه اللي موجود ومساحته 9 ميجا وده كويس، مساحته مش كبيره قوي، والدايمنشنز بتاعته برده كويس 3000 في 2000 حاجه كويسه جدا. تقدر تغير الصوره زي ما احنا شايفين الفايل بيس دي الصوره بلاك لانك انت اللي هتحط الديزاين جوه الموبايل اللي هو في الاخر المفروض يطلع لك بالشكل ده. ان شاء الله يا رب يكون الفولدر عجبكم، باذن الله هتعملوا داونلود وباذن الله تشوفوها تحت الزاويه. ان شاء الله كل اسبوع هنزل فيديو احط فيه لينك من جوجل درايف عليه شويه هدايا انا بقدمها مني لكم، ان شاء الله يا رب يعجبكم. ولو حد له طلب معين او حاجه محدده نفسه فيها يبعتها لي وان شاء الله هحاول انزلها له مجانا وتشوفوها عندي. اشكركم جدا على المتابعه وان شاء الله يكون الفايل مفيد ويعجبكم. شكرا.